كبعض الابلكيشنز النير انفراريد الناس بتتكلم على كذا حاجه كده. هنتكلم على كذا مثال كامثله يعني لاستعمال اللايت في الاجهزه الطبيه. يعني في حاجه اسمها البلاد اوكسيمتري، ده منتشر جدا طبعا، بيبقى مهم عشان نقدر نقيس بيه الاكسجين كونسنتريشن في الدم. ده بيعتمد على ان انا بقيس الاتينيويشن بتاع الويفز مثلا او لايت بسيرتن ويف لينث جوه البلاد، وحسب الاتينيويشن ده او حسب الابزوربشن بتاعه دوت بقدر منه اعرف ان الكونسنتريشن بتاع الاكسجين عباره عن ايه. ازاي الكلام ده بيتعمل؟ بيبقى في عندي لو انا بصيت على ان انا استعملت مثلا ويف لينث معين بالنانوميترز، طبعا ده الرينج بتاعنا اللي هو الفيزيبل لايت، اوكي، او النير انفراريد معنى صح. احنا عارفين ان هي من 750 في اكتر، ده النير انفراريد، الحته الاخرانيه دي اللي هي الفيزيبل لايت، بيتكلم عن هنا الريد مثلا. فبتكلم على ان انا عندي ديوكسي هيموجلوبين الكيرف بتاعه بيبقى شكله عامل كده، في حين الاوكسي هيموجلوبين الكيرف بتاعه بيبقى شكله عامل كده. فالنقطه ان انا دلوقتي لو قست مثلا عند ويف لينث 700 هيطلع لي ايكويشن في تو انونز. انا دلوقتي عايز اعرف الكونسنتريشن بتاع الاوكسي هيموجلوبين ريلاتيف للكونسنتريشن بتاع الديوكسي هيموجلوبين، لان هو ده اللي بيقول لي الاكسجينيشن عامل ازاي في البلاد، اوكي. فيبقى في عندي 1 ايكويشن ان تو انونز ما اقدرش احلها. انما لو خدت تو ويف لينث، لو خدت لامدا هنا مثلا وخدت لامدا تانية مثلا هنا 900 مثلا ولا حاجه، هيبقى عندي في تو ايكويشنز في تو انونز، اوكي. فساعتها اقدر احلهم واقدر اجيب النسبه بتاعه ديوكسي هيموجلوبين كام بالنسبه للاوكسي هيموجلوبين، اوكي. هي لازم ناخد بالنا ان في نقطه محدده اللي هي النقطه اللي هي موجوده هنا دي اللي هي الانترسكشن بتاع تو كيرفز، بسميها الايزوسبستيك بوينت، بيبقى عندها الحقيقه التو كيرفز متقاطعين مع بعض. فمعنى كده ان انا لو قست عندها ما اقدرش ان انا استفيد من النقطه دي عشان احل الايكويشن، اوكي. بتبقى برضو يعني الى حد ما يعني هما الاثنين ليهم نفس الابزوربشن فاكتور بالظبط، فما اقدرش ان انا استفيد بيها، اوكي. دي طبعا بتبقى القياسات بتاعتها بتبقى كاليبريتد، يعني لما اجي اعمل بالس اوكسيمتر بعمل كاليبريشن للكيرفز بتاعتي على حاجات انا عارفها عشان في الاخر اقدر احل التو ايكويشنز عند تو ويف لينث اللي انا مستعملهم. بس دي طريقه بسيطه جدا جدا علشان اقدر بيها احسب الاكسجين كونسنتريشن في الدم باستعمال الكونسبتس البسيطه جدا بتاعه البيرز لو اللي شفناها في الجزء بتاع الابزوربشن او بتاع الاتينيويشن، اكسبوننشال اتينيويشن.